صباح الخير على الجميع في فيديو جديد النهاردة من قناة أروح فين منين. التومي مابس معاكم أحمد التومي. فيديو النهاردة يا جماعة هنعمل محور التعمير ابتداء من فوق كده من عند برج العرب. نبدأ الفيديو بتاعنا. بصوا يا جماعة، هي دخلت ايه محور التعمير. انت كده المفروض انك جاي ايه، جاي من الصينية بتاعت برج العرب وبتخش طريق الخدمات، بتلاقي بداية ايه، بداية محور التعمير. يعني كنا صورنا محور التعمير قبل كده وصورناه من داخل مطار برج العرب ازاي تمسكه لحد ما تيجي هنا، بس برضو ايه بنعمله مرة تانية بحيث ايه ريفريش. احنا كان بقالنا مدة كبيرة عاملين الفيديو ده، المدة ما كانتش صغيرة يعني. اول ما بنخش محور التعمير يا جماعه بيصادفنا مفترق طرق، بيقول لك يمين محور ماريه وشمال طريق اسكندريه الصحراوي والدخيله واسكندريه. تخليك في الشمال لان الشمال سرعته 120 واليمين سرعته 80. خلي بالنا كويس جدا من ايه، من الحدوته دي. يعني ما تفكرش ان ايه ان الاثنين سرعتهم واحده، لا، احنا في الرئيسي اللي احنا ماشيين فيه ده السرعة 120 وفي الخدمات السرعة 80، وفي حتت بقى الخدمات بتتفرج بيك لأماكن تانية. نبقى مرة نعمل ايه، نعمل فيديو مستقل بالخدمات بس، يعني محور التعمير مستقل بالخدمات بس عشان نظهر ايه، نظهر بعض الأشياء اللي الناس مش متدرقاها يعني في القصة دي. اسكندرية 33 كيلو. والفيديو ده يعني هيبقى ايه، مركزين على محور التعمير. حتى في يافطة تانية بتقول لك ايه، محور مارية خش طريق الخدمات. يبقى في فيديو اخر نظهر محور مارية. في لدارة اهو متعلق فوق اللي بيصور كل شنكان. هي فرصة النهاردة ان نصور المحور كده وهو رايق. على فكرة هو في فيديوهات كتيرة على قناة محور التعمير من أماكن كتير، وأحيانا من بنطلع عليه وننزل. مرة نزلنا من 21، مرة نزلنا من نزلة وادي القمر. يعني لو أنت عايز محور التعمير هتلاقيه موجود بكثافة على القناة من نقط كتير، مش من يعني كل مرة بيبقى من نقطة إيه، من نقطة مختلفة نستفيد منها. طبعا ما اعرفش الفيديو ده المحور كله هيكمل فيه ولا هنضطر نعمله على جزئين، مش عارف هنسيبها ايه، هنسيبها للظروف كده، نشوف ايه، نشوف التوقيت هيعمل معانا قد ايه عبال ما نقرب. احنا اوريدي ماشيين اتجاه ايه، اتجاه مدينة الاسكندرية. هنا اليافطة جاية اهي بتقول لك خد يمين وخش الخدمات عشان تروح على محور مارية واستاد برج العرب. هو طبعا في طريق جديد بيتعمل بس لسه ما اتفتحش، اللي هو اللي قدام ده جماعة، على ما اظن كده
ان ده شاقي البحيرة، هو رايح رايح على طريق كفوري على ما اعتقد كده. التأمين طبعا على المحور زي ما حضراتكم شايفين، التأمين ده موجود 24 ساعة، دي ورديات بتسلم بعض. يعني ممكن نقول ايه، المحور نسبة الامن والامان فيه حاجة تتخطى 100%. اهو الكوبري اللي قاطع السكة ده بالعرض يا جماعة، الكوبري ده واصل داخل اليمين كده في المية، تمام، وشائق داخل على طول. ده انا متخيل او متصور انه هيوصل لحد طريق كفوري. ادي يافطة تانية بتقول لك مطار برج العرب العجمي، مدينة برج العرب. طبعا هو المفروض بيقول لي الكلام ده على اساس ان انا اخش البطيء واعمل يوتيرن، اعمل يوتيرن وارجع اللي احنا ماشيناه ده. اليافطة اهي طريق اسكندرية الصحراوي 10 كيلو، الداخلة 18، اسكندرية 28. على اساس ان انا اعمل يوتيرن وارجع ايه، ارجع لمدينة برج العرب ومطار برج العرب عند الصينية اللي احنا كنا عندها في الفيديو اللي فات بتاع اليكس تند بداية محور التعميم. تمام، بس هنكتشف مستقبلا الطريق اللي بقول لكم عليه ده هيبقى هيروح على فين. وادي اليوتيرن اهو يا جماعه، ومكتوب حتى على الطلعه بتاعت اليوتيرن مطار برج العرب ومدينه برج العرب، على اساس ان انت هتطلع وتلف وترجع وترجع نفس ايه، نفس السكه اللي احنا ماشيينها دي يا جماعه. زي ما حضراتكم شايفين كده، خمس حارات محترمين، اليكس ويستا اهي على ايدينا الشمال، وفندق ريدسون بلو، ومستشفى السعودي الالماني. اي حد عايز اي حاجه من الثلاثة دول خش في طريق الخدمات واعمل يوتيرن وارجع. لو انت عايز اي حاجه من الثلاثة سابقي الذكر دول، اللي هو فندق ريدسون بلو وكومباوند اليكس ويستو ومستشفى السعودي الالماني. اليافطة بتقول لك اهي طريق الاسكندريه الصحراوي العمريه العجمي، خش يمين. يعني لو دخلنا احنا في الخدمات اللي جاي، تمام، وعايز تطلع على اسكندريه الصحراوي هيبقى سهل برضه، ايه سهل بالنسبه لك. والعجمي هيبقى الاتجاه المعاكس، لان هو التقاطع اللي جاي يا جماعة يعتبر ايه، يعتبر بتاع 21. احنا كنا عملنا فيديو من بداية المحور، من بداية محور التعمير لحد 21، وطلعنا على الصحراوي منه. فاحنا كده دلوقتي جايين في الطريق ايه، في الطريق المعاكس، طريق اسكندرية الصحراوي العمرية العجمي. حتى هما بيعملوا حاجة هنا في قافلين الطريق الرئيسي، هيدخلونا ايه، هيدخلونا اهو في الخدمات اجباري. فكويس برضو ان احنا دخلنا في الخدمات، بحيث ايه، بحيث تبقى اوضح برضو، السكة تبقى اوضح لحضراتكم. Thank you.
احنا طلعنا الكوبري الظريف ده ونزلناه، ما عليهوش ده اي مداخل ولا اي مخارج، هو اللي ايه المهم، وعليه الرك اللي هو اللي جاي. اللي جاي ده هنوضح ايه، هنوضح الاتجاهين اللي ممكن يخدمنا بيهم. دي دخلة 21 يا جماعة عموما يعني، بس مش الدخلة اللي جاية طبعا، تعتبر الدخلة رقم 2 يعني. الدخلة اللي جاية دي تطلعك على طريق اسكندرية الصحراوي وعلى عمرية وعلى كينج مريوط. طبعا على عمرية اوكي، على كينج مريوط يقصد ايه؟ يقصد انك هتاخد طريق اخر او تعمل يوتيرن وترجع، بس هو المهم الدخلة دي طريق اسكندرية الصحراوي العمرية. تمام تمام بصوا بقى يا جماعة، الدخلة اللي بعديها هي دي اللي تدخلك على 21 والعجمي ومزغو والبطاج بقى والهانوفيل وابو تلات وستة اكتوبر شاطئ النخيل وكل ايه وكل الاماكن سالفة الذكر دي. حتى اليافطة ايه، اليافطة باينة اهي واضحة، ايه واضحة تمام تمام الوضوح يا جماعة. تمام نكتفي بالقدر من محور التعمير يا جماعة، من بدايته لحد ايه، لحد تقاطع 21، واتفرجنا عليه ونعمل جزء تاني نكمل فيه ايه، نكمل فيه من 21 لحد مدخل اسكندرية. استاذنكم اللي عجبوا الفيديو اعمل اشتراك في القناة ويدوس لايك، اللي ما عجبوش في الفيديو قولي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ده. مع السلامة.